إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله. اليوم إخواني عندنا درس مهم جدا، وهو الدرس الأول إن شاء الله في الدروس ديال الكهرباء. غادي نهضروا عليه إخواني على السامبل اليماج أو لا الإكليراج العادي. غادي نعرفوا إخواني كيفاش يمكننا، شنو هما العناصر المكونة، مناش كتكون، كيفاش يمكن لنا نانستاليو. خليكم معايا إخواني نتبعوا هذا الدرس هذا وحده وحده. كما قلت لكم إخواني، اليوم الدرس ديالنا تهضر على سامبل اليماج. سامبل اليماج يعني الإضاءة المنزلية العادية. المكونات إخواني هي كالتالي: عندنا هنا واحد ديجونكتور اللي تيكون في الدار، أو لا نسميه حنا انتربتور ديفيرونسيال، تيكون 30 ملي أمبير تيب ألترناتيف كورون، يعني التيار المتناوب. من بعد منه، بعد ما تدخل الفازونوتر يعني لاليمونتاسيون، هنا إخواني تجينا من على شكل فاز اونوتر، من بعد كيدخلوا لو ديجونكتور ولا لانتيريبتور ديفيرونسيال، تنخرجوا كندخلوا لي ديجونكتور ديفيزيونير اللي تيتعتبروا يعني خص العيار ديالهم يكون 16 امبير او لا ديفيزيبل، اللي تيكونوا دي ديجونكتور فيزيبل على شكل دي امبير او لا تيكونوا مخلطين. هادو هاد لابارتي اخواني تتكون في الطابلو الكتريك، يعني في الطابلو ديال الدار. ما كنلقى واحد لاباغيت اللي كيكون فيها كتكون فيها لا ميز على تيغ. دونك اخواني، من بعد ما تنخرجوا من لي ديجونكتور ديفيزيونير، وهنا تندخلوا في لو سيستيم دو سيليكتيفيتي، يعني كل لوكال تيكون على شكل عنده واحد ديجونكتور خاص به. تنهبطوا اخواني، تنخرجوا دائما اخواني كما كتعرفوا بلو فاز اللي هو فلو روج في الاحمر، ولو نوتر اللي هو زرق. زرق بالنسبة لنا إخواني تيدوز مباشرة، تيمشينا لهاد لاباري دو ريبارتيسيون، أو لا بالنسبة لنا إلا بغينا نكون واضحين تيمشي لادوي، الدوية ديال البولة، أو لا جوج أو لا ثلاثة في لو ماكسيموم ديال 8 ديال البولات إخواني، 8 8 بوان ليمينو ماكسيموم. أرانا نشوفو القضية اللي كاينة هي ديال لو فاز. الفاز إخواني تيخرج من لو ديجونكتور سبيسيفي ديفيزيونير، تيمشي لانتيربتور سامبل اليماج. لانتيربتور سامبل اليماج هو هذا إخواني، ولا بغينا الواجهة العكسية ديالو هي هذه إخواني، هي هذه. كنلقاو فيه جوج ديال ليفيس في لاغيغ ديالو، وحدة تندخلو الفاز والثانية كنخرجو بان ديبار. هو هذا، هو هذا الديبار إخواني، تندخلو بالفاز وهذا، وتنخرجوا بالديبار اللي تيمشي لينا فين لا بواط دو راكوردمون او لا بواط دو ديريفاسيون، ولا الا بغينا بصفه نهائيه الاندوي، الاندوي اللي كتركب فيها هاد البولا. هذا هو سامبل اليماج اخواني. لي زانتيريبتور تيكونوا عاديين. اما الا بغينا اخواني ندوزو الشيما ديال الطار، هنا غادي نركزوا هنا اخواني بالضبط، خليكم معايا. كنلقاو لا ليمونطاسيون هي هذه اخواني، كنلقاو دو فيل، فيل بلو روج اللي هو الفاز، وفيل بالازرق اللي هو لو نوتر، وفيل بلو جون فير بالخضر الصفر اللي هو لا ميز ا لا تير. هادي عندنا لو بوين ليمينو يعني البولا، وهادي لا بواط دو ديريفاسيون لا بواط دو راكوردمون. كل هانتوما لاحظوا معايا اخواني ان لو نوتر تيمشي نيشان تيركب في لادوي، بينما لو فاز اللي تيكون جاينا من ان ديجونكتور ديفيزيونير تيجي تيدخل لانتيريبتور سامبل اليماج. لانتيريبتور سامبل اليماج، من بعد كيخرج ان ديبار اللي تيمشي مباشره لو بوين ليمينو. اما لا ميز على تير اخواني فهو تيدوز مباشره من الكاركاس او لا من لو سوكل ديال هاد لا تري او لا ديال هاد البوله، ومن تما ليه تيرجع مباشره. لهذا كنعرفوا اخواني بان لا ميز على تير هي اختصاص ديالها هي لا بروتيكسيون ديال بيرسونيل
من لي شوك إلكتريك. نتمنى إخواني أنني نكون توفقت باش نعطيكم هذا الدرس هذا اللي تيهضر على السامبل أليماج، وأنه أول درس، وإن شاء الله غادي نستمروا من بعد منه، غنقراو الدوبل أليماج من بعد منه، غادي نقراو الفايفيا وغادي نديرو تحصص تطبيقية إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.